ينضم إلينا الآن من لندن مراسلنا أشرف سعد. أشرف أهلا بك معنا، دعنا نتابع معك تفاصيل أكثر حول هذا الجدل اليوم حول العزل المنزلي للمخالطين لمن أصيب بفيروس كورونا، خاصة بأنه كان هناك توجه إلى إلغاء هذا العزل لمن تلقى جرعتين من اللقاح. بالفعل داليا، هناك قرار بإلغاء هذا العزل ولكن اعتبارا من منتصف أغسطس المقبل. نحن نتحدث عن نحو 3 أسابيع سيستمر فيها هذا النظام. المشكلة الرئيسية الآن أن الاقتصاد فتح من جديد، عادت معظم القطاعات للعمل، والحكومة طلبت من الموظفين العودة إلى أماكن العمل وليس العمل من المنزل كما كان الحال سابقا. هذا الأمر إلى جانب ارتفاع الحالات الإصابة بشكل كبير، عشرات الآلاف يوميا من الإصابات، ما بين 40 و50 ألف حالة يوميا، بالطبع ينتج عنه أعداد هائلة من المخالطين للمصابين. كل مصاب يمكن أن يخالط 10 أو 20 شخصا، بالتالي تنتج أعداد هائلة. أكثر من 1 مليون طالب في المدارس البريطانية اضطروا لعزل أنفسهم خلال الأسبوع الماضي بسبب مخالطتهم لأشخاص أصيبوا بالفيروس. هذا بالطبع يؤدي إلى شلل الاقتصاد الذي يحاول التعافي من الآثار السلبية للإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا. لهذا تتزايد المطالبات للحكومة بضرورة إيجاد نظام بديل للعزل المنزلي. هناك أفكار عن إجراء اختبارات يومية، هناك أفكار عن إعفاء من تلقوا جرعتي اللقاح بشكل أسرع، ولكن حاليا المشكلة الرئيسية أن أعدادا كبيرة من الأشخاص يضطرون لعزل أنفسهم وهم لا يعانون أي أعراض ولا يعانون من الإصابة بفيروس كورونا. هذا ربما مثار جدل شديد، وبالطبع بوريس جونسون رئيس الوزراء هو كان أول ضحايا هذا القرار بعد أن اضطر لعزل نفسه في مقره الريفي في تشيكرز، وذلك بسبب مخالطته لوزير الصحة ساجد جاويد الذي أصيب يوم السبت الماضي. هناك مشكلة كبيرة يتعين الحكومة حلها بسرعة للخروج من هذا المأزق. شكرا لك مراسلنا أشرف سعد، كان معنا من لندن.